النهارده في المباراه كابتن محمد كنت بتفرج عليها، انا كنت قاعد على كرسي مكتبي وقمت وقفت على الفرصه بتاعه شامي وصلاح محسن. انا اتخضيت ما اكذبش عليك، طبعا كل اللعيبه بتضيع، كل اللعيبه بتضيع، كل اللعيبه واقف وطرائف بالظبط، كل اللعيبه بتضيع، بس مثلا ايه محمد شامي انفراد كامل 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 كامل، وكل الكره معانا اهي انفراد كامل، وبعدين اتصدمت اكتر من صلاح محسن كمان، ان هي بقت اسهل عند صلاح محسن، يعني كانت سهله للشامي وبقت اسهل لصلاح محسن، والاثنين بصراحه تصرفوا تصرف ما كانش فيه توفيق، يعني لو نقول اللفظ ده انسب يعني. يعني الحمد لله الحمد لله. طبعا لا قول لي الاول رد فعلك ايه، ما انا وقفت من على مكتبه التاكيد. هو رد فعلي يا كريم ان هي الحمد لله كانت اخر كوره. كان خلاص يعني ممكن في الماتشات دي يا كريم يحصل ايه، تترد فيك تحصل جون، كره ثابته، كره مش ملعوبه، فده اللي بيحصل دايما بدون اللعيبه، الجون الثاني والجون الثالث بيقتل المباراه. صحيح. فبقول في الاخر بقول الحمد لله، هاتوا كره شباب وكملوها كانت حلوه. اتفضل يا كابتن. فبقول الحمد لله في الاخر ان الحمد لله وصلنا للهدف ان احنا ناخد 3 نقط مهمين جدا مع فرقه محترمه جدا بقياده كابتن محمد عوده والجهاز الفني. بتمنى لهم التوفيق في الماتشات اللي جايه. هنقفل يا كريم، ولان عندنا طيب انا بس يا كابتن محمد، عشان بعد ما هقفل معاك انا هتكلم على الفرصه دي لحاجات ثانيه بعيده عن المصري او حتى اللعيبه النهارده اللي ضيعوا الفرصه دي. حاسس ان احنا عندنا مشكله يا كابتن محمد في اللعيبه عموما في مصر، انا مش عايز اوقف القصه عند الشامي وصلاح محسن، عشان كتير من لعيبتنا سواء حتى المحترفين اللي بيجونا بيضيعوا فرص شبه دي. لما تشوف الكوره اللي زي ديت مثلا في دوريات اوروبيه او حتى مش دوريات اوروبيه كبيره، يعني مش الخمسه الكبار، على الاقل مثلا هتروح في القايم، هتمشي من جنب الخط، هيبقى فيها صعوبه كبيره، يعني هتضيع برضو، في حظ بيبقى وحش، بس احنا انهاء الهجمات عندنا في مشكله كبيره جدا، ودي حاجه بيعاني منها كل الفرق المصريه مش بس المصري، ده من الاهلي وانت نازل، يعني الاهلي والزمالك وكل الفرق المصريه. انا معاك يا كريم، الاهم في اللعيبه التفاصيل، دايما الكابتن علي بيقول لهم الاهتمام بالتفصيله الصغيره، هذه تفصيله صغيره يعني تفصيله صغيره، لكن الشامي مجتهد وصلاح محسن طبعا هداف، لكن هو ده الاهتمام بالتفصيله الصغيره دي ممكن تخلص لك مباراه. صح هو ده اللي انا بقول عليه، هو لعيب المصري ده ناقصه، ده ناقصه الاستمراريه في الاهتمام، مش انا مهتم في ماتش النهارده واجي الماتش اللي جاي ما بقاش مهتم. وعشان النهارده متقدم بهدف والمباراه بتخلص برضو نفس القصه في الاهتمام بالفرصه، يعني اللي هو لو الحكم ادى 30 ثانيه، حتى لو ادى 30 ثانيه ممكن بتقول لي رد فعلكم ايه؟ ما رد فعلنا ان الحمد لله ان مفيش وقت. صح، لان زي ما بقول لك الكوره كده، الكوره علمتنا كده. مظبوط، علمتنا انك انت لازم في لحد اخر لحظه تهتم بكل حاجه، لان ممكن فرصه زي دي ترد فيك، لو في دقيقتين في دقيقه في بتاع ترد فيك ممكن تاخد، وانت ايه في الماتش عامل ماتش كويس ومضيع فرص ثانيه. صحيح، وفي الاخر ممكن الماتش يخلص تعادل. طيب. لكن